تداخل على هالشيء. هسه هاي العجينه بعد ما اخذت قالب الكبي راح ناخذ بيدي صح؟ راح ناخذ اللحم ونفرشه بايدنا. امي تقول اشقد تكون الكبي محشي ورقيقه تملي العين قبل البطن وتكون طيبه. بس ما اعرف انا حشوتي هالقد مليحه لو احط بعد. حشيت ايش هذين هاي انحشت قياس مفتوح بس هالشكل. ونرجع ناخذ الطبقه الثانيه ونخليها فوقاتها. الكبي لازم نطلع الهواء منه لانه من يصيغ بيها هواء تتفلج بالماي صح؟ هاي المعلومه؟ صحيح. الكبي من يظل بيها هواء تتفلج. تتفلج تغلى. زين احنا بالبيت من تنبعج عندنا الكبي امي تقول لازم نسده بشويه عجيناي لان همينا ما راح نخليها بالماي راح تتفلج. صحيح.